لست أدري وأنا في هذا الموقف مؤثر من أين أبدأ، وهل سأجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ما يدور في خاطري عند الحديث عن الراحل الحاضر محمد الباه الحامد. هل أبدأ من أخلاقه السامية التي شهد له بها كل من عرفوه؟ هل أبدأ من استقامته في عمله وغيرته على الشأن العام وإيمانه بموريتانيا دولة القانون والعدالة والمساواة؟ هل أبدأ من جديته في العمل ومسؤوليته وصرامته بالحق وتمسك به مهما كلفه ذلك؟ أيها الإخوة والأخوات، إنني أنا وزملائي من مجموعة خبراء التسيير القائم على نتائج التنمية كوب موريتانيا والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وموريتانيا الأفاق موريتانيا برسبكتيف الذين سهروا على إقامة هذا التأبين، لنشعر بكل الفخر والاعتزاز عندما نرى أو نسمع الشهادات والشهادات عن فقيدنا محمداً، شهادات تثلج الصدر وتنبئ بأن المرحوم مآله جنة الخلد مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً. لقد كان محمداً مثالاً لكل مواطن ينشد الاستقامة والشفافية، كان لا يجامل في الحق، وكانت عائلته الضيقة وكل الموريتانيين سواسية عنده أمام القانون، ولديه في ذلك قصص وحوادث مشهورة. لقد قررنا إقامة هذا اليوم التأبيني لنرد بعض الدين الراحل علينا، فقد كان نعم الصديق ونعم الزميل ونعم الشريك في العمل والمبادرات المفيدة، وفي الوقت الذي كان بعضنا يستسلم أحياناً للكسل والضجر كان محمداً يظهر إصراراً وعزيمة منقطعي النظير، فكان يبعث فينا روح الجد والمواظبة والحماس. كنا مرتاحين في أعمالنا المشتركة لأن محمداً بيننا ولن يترك الإحباط والملل يتسلل إلينا. نعم، نحن اليوم نحتفي برجل كان همه الأول هو سمعة الوطن وعزته، وكان يرى أن الوطن لن يرقى إلى مصاف الأمم المتقدمة إلا إذا جعل من القانون سيداً ومن العدالة حكماً. لهذا فكل الذين عرفوا محمداً يشهدوا له بهذه الخصال الحميدة التي ميزت سيرته الحياتية القصيرة بحساب الزمن والحافلة بالإنجازات والعطاء. أيها الحضور الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم، فالحديث عن مثالية واستقامة محمد الموظف وعن أخلاق وسجايا محمد الإنسان حديث يطول، لذا سأترك الفرصة للمتدخلين للإدلاء بشهاداتهم بهذا الخصوص. وفي الأخير، وحرصاً منا على أن تظل ذكرى محمداً حاضراً بالذاكرة الجماعية، فإننا نعلن عن إنشاء جائزة سنوية باسم المرحوم، سيتم تحديد آليتها ومواضيعها اليوم التالي من نقاش المقترحات، ونقترح اعتماد الهاتف الذي كان مستخدماً من طرفه رقماً أخضر للخدمات الإدارية، ثم تنظيم يوم تشجيري باسمه تثميناً لما عرفه وعرف عنه من أدوار تهدف إلى المحافظة على البيئة، إطلاق اسم المرحوم على الشارع الممتد من دوار القدس باتجاه الغرب تقديراً للجهود التي بذلها في حياته من أجل إنشاء هذا الشارع.